وينه لهلا يعدمني يا وينه؟ ما بصدق لك، ما بصدق، كان ناقصني التمثيل والفن. يعدمني اياك يا ممدوح، ايمان فايز لمسنا. شو بدها فيك؟ شو بدها فيك؟ شو بدي انا ابليك بعمها يا ممدوح؟ فين تخرق فيك خلق؟ وعم توصله لهون كمان. ماشي، انا بفرجيك ممدوح. هلا هيك، ها هيك وعلى مصدقه. لا لا، هي بتقتله حرام. وخنان عجمي، لك ليش مالي حظ من الرجال انا؟ سؤال مشروع. يا تاكسي الغرام، يا تاكسي بونجور حبي بوران. وين كنت لهلا؟ صباح الخير. انا وانا سألتك وين كنت؟ كنت مطرح ما كنت. شو انا ولد صغير لحتى تحققي معي؟ كنت عند ايمان فايز، مو هيك؟ يغزي العين حولك، ليكك بتعرفي. شو عم تعمل عندها؟ كنت عم اعمل مثل ما عم اعمل. انت شو علاقتي؟ شلون شو علاقتي؟ مو مرتك انا؟ يا بنت الحلال، انا ما بدي اخبي عليكي. من يوم ورايح بتعتبري في إلك شريكة فيني، مو إلك لحالي. ما فهمت. بدي اتجوز اليوم، رح اكتب كتابي. وأنا؟ أنت وياها. هي عفيف عنده 3، من قبل ما كان عنده 4. وفارق السن اللي بينك وبينها على القليلة؟ راعي هالمسألة. إيمان فايز بترجعني شب. ماشي، طلقني. ما رح طلقي. وبكرة بس تسافي باخدك بتعدي معي هنيك. فشرت بنص عينك، وإذا بشوفك ببيتي بدي اكسر الإجر تبعك انلق من بيتي يا واطي. يلا بدي اجي ايمتى ما بدي اجي، وإذا بتحكي أي كلمة بمخمسة على نيعي. اجيت. يا تاكسي الغرام، يا تاكسي الغرام، يا تاكسي الغرام، يا تاكسي الغرام. نسيت قلك، بكرة الصبح أنا جاي تطبخيلي ورق عريش. يعني ورق عنب يبرق. لا تنسي تحطيلي عصا عيس تحته. ينبق عصك تبقى بلا عص. اجيت ليكي بقتلك. شو حلوة، شو هالشعر اللي إلها. الغرام يا تاكسي الغرام. صباح الخير. صباح النور. بدي افندي موجود؟ منو حضرتك؟ انا المخرج المسرحي شاكر محمد. ذلك الكلب الاسود اللعين له راس ضخم واذنان صغيرتان وعينان حمراوان بلون الدم. شو مجنون هذا؟